الحمد لله الملعب على من أطاعه واتبع رضاه، الملتقم ممن خالفه واتبع هواه، الذي يعلم ما أظهر العبد وما أخفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد لم يخشى إلا إياه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوة يوم الدين. أما بعد يا أحباب رسول الله، يا من آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. Une nouvelle journée qui témoigne de nos actions et qui ne revient uniquement que le jour du jugement. Il y a un petit mois, on était tous en train dans la préparation pour aller au pèlerinage. Aujourd'hui, les pèlerins sont revenus. Qu'est-ce que je dois faire après le pèlerinage ? On était tous pèlerins, malgré que tu n'étais pas là. On était avec notre esprit. On était tous avec eux, présents avec eux. Certains de ceux qui sont partis à Bilal, puis sont partis à Arafat. Et le jour de l'Aïd, en retournant à Ouzdalifa, puis à l'Abi des Shaitan, notre corps, notre cœur était avec eux et notre corps était là. Et après Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Après le Hajj, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que pendant Ramadan, il y a quelque chose qui tourne dans mon cœur, il y a quelque chose qui se révèle sur mon corps, sur mes actions, sur mes décisions, et mes membres inférieurs viennent toutes seules à la mosquée. Mes membres supérieurs, ils ouvrent le Coran. Mon cœur, lorsqu'il entend les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est adouci. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement pendant Ramadan? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un grand changement pendant Al-Hajj, le pèlerinage? C'est quoi qui a changé en moi? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? Ou est-ce que c'est l'énergie? Ou est-ce que c'est un ensemble? بَادَ يَتَغَيَّرُ فِي عِدَمَ يَأْتِي رَمَضَانَ وَهُوَ زَبَانَ يأتي رمضان فتتغير نفسي، تتغير طاقتي، يتغير مفهومي للعبادة، أصبح إنسان آخر، أصبح إنسان يقترب من الله أكثر من الشهور الأخرى. يأتي موسم الحج فنستعد، إذ كنا بالحجاج فنكون في قمة تطبيق، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإن كنا غير حاجين بأجسادنا نحج بقلوبنا ونحج بعقولنا ونحاول أن نشاركهم الأجر ونحاول أن نصوم 9 من الحجة ونكثر من الدعاء في يوم عرفة ونكون في قمة العطاء. ما الذي تغير فيه وفيك؟ إنها قوة الطاقة. كلنا يعرف مفهوم العبادة. العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية، نتاجها ماذا؟ سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. إذن بهذه العبادة الله سبحانه وتعالى غرس فينا 6 طاقات. الله سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد منا 6 طاقات، وأعطى لكل واحد منا قدرات كثيرة، وسخر لنا إمكانيات كثيرة. فإذا عزمت فتوكل على الله. الإشكالية في عدم فهم ديننا، المصيبة وأم المشاكل في ابتعادنا
نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لا تلو كتاب الله لكن لا يتجاوز الحناجر. نسجد ونركع لكن ليس بهذه الطاقة. فعندما تتحرك هذه الطاقة يتغير كل شيء. فهمتوا علي الله يجزيكم بخير؟ Vous avez compris ? À l'intérieur de chaque individu, il y a six formes d'énergie. Et qu'est-ce qui fait que pendant le mois de Ramadan, ou pendant la période de pèlerinage, je change dans l'approche avec Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est cette énergie qui est en moi, qui surgit. Chaque être humain, chaque individu, il a de l'énergie. S'il peut libérer ces six énergies-là, première énergie, c'est quoi ? Je vais lire en arabe, je vais le traduire en français. D'accord ? Al-taqatu al-imaniya. Al-taqatu al-imaniya. Alladhi laysa lahu iman, laysa lahu aqida. Al-taqa al-imaniya, hiya al-taqa al-aqidiyya. Hiya al-taqa al-tawhidiyya. هل نحن سوف نبقى فقط في الطاقة التوحيدية وخلاص؟ نبقى ولو من بعد؟ هذا إنسان خاسر الذي يعتقد أنه فقط هو يوحد وخلاص ما كاينش حاجة أخرى؟ هذا إنسان فاشل. أين نضع وقول يعمل؟ أين نضع وجاهد؟ أين نضع كل الأوامر التي أتت من الله سبحانه وتعالى؟ إذن أول طاقة هي الطاقة الإيمانية، ثم الطاقة الثانية هي الطاقة العقلية. لا يمكن أن تفهم النقل بغير العقل. العقل يأتي ليؤكد ما نزل به النقل. النقل هو الوحي والعقل هو اللي يفهم. إذا لا بد من تقوية هذه الطاقة العقلية. كم المليار كمية المليار de cellules qu'on a à l'intérieur de ton cerveau. Ils disent qu'il y a 150 milliards de cellules. Et dans les 50 milliards de cellules, il y a dans chaque cellule il y a 100 millions d'axones. Et donc, il y a combien de neurones, d'axones. Je dis, c'est des chiffres que tu, pendant 5000 ans, tu essayes de multiplier et écrire ces chiffres-là, tu n'y arrives pas. Et nous, on utilise un très peu de notre cerveau, malheureusement, un très peu de pourcentage de notre cerveau. Et de la taqa al-imaniya, cette énergie de foi, énergie de savoir de l'aqliya, thumma la taqa al-akhlaqiya. سبحان الله وهذا المشكلة ما أرسل الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتمم مكارم الأخلاق ونحن نبتعد عن هذه الأخلاق. لو رأيتم الصحف والمجلات في هذا الأسبوع الأسبوع الماضي يتكلمون عن الإسلام والمسلمين ويهدمون في الأخلاق وكأننا ابتعدنا عن هذه الأخلاق. لكن عندما أحرك هذه الطاقة الداخلية طاقة الإخلاق سأصبح مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتدي به قرآنا يمشي على الأرض. أريد من هذا الإنسان الذي يعتقد في الأمور التوحيدية أن يكون القرآن يمشي على الأرض، من يراه يفرح به، من يراه يسعد به، من يراه يريد أن يكون مثله. أما أراه وأخاف منه، أراه والرعب يدخل إليه، هذا ليس من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أعداء الله، حتى الكافرين الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يرون رسول الله كانوا يهابونه، كانوا يحترمونه، كانوا يحبونه لكن يعارضونه، يحبونه في الآثار الفعلية لكن يعارضونه في قرار نفسه في اللاوعي أنهم كيف يتركوا دين آباء وأجداده. وقصص كثيرة في هذا المجال. إذن يا أحباب رسول الله، الله سبحانه وتعالى أعطانا الطاقة الإيمانية وأعطانا الطاقة العقلية وأعطانا الطاقة الأخلاقية، ثم ماذا؟ أعطانا الطاقة العاطفية. هناك فرق كبير بين العاطفة وبين الشهوة. الشهوة خاصة شهوة البطن والفرج مع الزمان ماذا تفعل؟ تنطفئ، تتقل. ها ce désir là avec le temps il diminue. Mais al-atifa, al-taqa al-atifiya, les sentiments, c'est l'énergie de sentiments, avec le temps ça augmente.
الطاقة العاطفية يعني مع الزمن مع الوقت تكبر ويصبح لك حب أكثر لوالديك، حب أكثر لزوجتك، حب أكثر لنبيك. كلما تقترب من القبر كلما يزداد حبك، كلما تقترب من القبر كلما يزداد شوقك. فينبغي أن تكون شابا وتكون محبا. فإذا هذه الطاقة العاطفية، ونحن عندنا للأسف الشديد فقر في العواطف. الطاقة الخامسة هي الطاقة الإرادية، طاقة الإرادة. والإرادة هي 50% من التغيير. Cette énergie de volonté de changement, c'est énergie, l'énergie, c'est-à-dire de taqa al-iradiya, de volonté, cette volonté-là, c'est 50% de changement. Et pourquoi ce pèlerin qui était au pèlerinage et qui avait cette volonté d'aller jusque là-bas pour tout simplement marcher sur les pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, marcher sur le pas de Sayyidina Ibrahim, accomplir la sunna de Sayyidina Ibrahim dans les rituels de l'Hajj et aller voir ce monument historique, hein? C'est le monument historique, le Kaaba, non? C'est le premier qui a été construit sur terre. C'est Sayyidina Adam qui l'a construit, hein? Donc ce monument-là, qui est là, sur place, et toi, tu vas faire le voyage de la vie. Allez. L'autre fois, j'ai parlé sur 5 points de réussite, Dr. Idriss. La première des choses, connaître la culture. La deuxième des choses, connaître l'éthique. La troisième des choses, la planification. Quatrième chose, l'organisation. Et cinquième chose, c'est quoi? Passer à l'exécution. Et là, hélas. Lorsqu'on passe à l'exécution, il y a 2% qui exécutent. 98% sont des gens normaux. Autre parenthèse. شنو عندك عندي حياة عادية شنو دير عادي اشتري البارحة عادي واليوم نهار عادي وغدا عادي والعام الجاي عادي ومات عادي وانت واحد يتكلم عليك نحن نكتب ما قدموا آثارهم لابد أن تترك بصماتك لابد أن تترك آثار في هذه الدنيا وخاصة أنت أيها الإنسان المسلم إذا هذه اللقاءات الخمس اللي طبقناها في حياتنا اتبقناها في أسرنا اتبقناها في مساجدنا في جمعياتنا ننجح ما هي؟ معرفة الثقافة معرفة أخلاق وتكون لك أخلاق وتعرف معرفة الأخلاق في كيف تتعامل أن تكون مخطط أن تكون منظم تخطيط تنظيم ثم تنفيذ ثم تختار الوسائل الوسيلة الأولى هي وسيلة العلم الوسيلة الثانية وسيلة الحكمة الوسيلة الثالثة وسيلة إرادة لا يمكن أن أذهب إلى الحج وأنا لا أعرف أركان الحج لا يمكن أن أذهب إلى الحج وأنا لم أحسن من ثقافتي يعني الدينية لم أحسن من أخلاقي لم أخطط حتى يكون حجي حج مقبول إذا حج مقبول ليس له جزاء إلا الجنة ثم عند التخطيط أكون إنسان منظم فأستغل كل أوقاتي في الحج أفضل عبادة في الحج ما هي؟ هي الطواف هل أنت تطوف هنا في ليل؟ أو تطوف في باريس؟ أو تطوف في بروكسل؟ ها؟ بروكسل على الثغرة الأوروبية؟ أو في باريس على التور إيفل؟ أو في واشنطن على الميزون بلانش؟ ou la Big Bang في لندن non il y a que la Mecque que tu fais des tours إذن استغل الطواف ثم نفذت حتى تبقى في تلك لذة التنفيذ لا بد لك من ثلاث أشياء ما هي ثلاث أشياء لا بد من الانضباط ولا بد من الإصرار لا بد من الاستمرارية لا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى لا بد من التخطيط لا بد من وضع الأهداف لا بد من معرفة إمكانياتك لا بد
بالمعرفة استخراج قدراتك. فعندما تستخرج قدراتك والله ستصل. عندما تعرف إمكانياتك يعني ستنجح. عندما تخطط وتضع أهداف ستصل. عندما تمر من القول إلى الفعل، من التخطيط من الكتابة إلى الفعل، من التخطيط إلى الفعل، راجع قدراتك، راجع تخطيطك، راجع وسائلك. تقول أنت مخطط في شيء، وليس عيبا أن تراجع بعد أسبوع، بعد شهر، بعد ثلاثة أشهر. إذا رأيت أنك تذهب إلى طريق مسدود يعني ارجع. كثير من التجار الكبار عنده عدة مشاريع، يقول لك 70% من مشاريع فاشلة، لكن 30% ناجحة وتغطي 70 الأخرى. فرغم أنه يعرف أنه يفشل في أمور، لكن يتعلم بذلك الفشل. أديسون il a essayé combien de fois pour allumer éclairer le monde entier. Il a essayé 10 000 fois. 10 000 fois il a essayé. Lorsqu'il avait 5 000, les gens lui ont dit, mais voilà, tu es un fou toi. Déjà lorsque tu es élève, je pense en CF2 ou au primaire, le maître l'a expulsé de la classe. Il dit, ton fils il est nul. Ton fils il vaut rien. Ton fils il ne va jamais étudier. Sa mère qui était vraiment de l'air d'acier, elle dit, mon fils, c'est un génie. Mon fils, tu n'as pas réussi comment adapter à travailler avec lui. Mon fils sera quelque chose. Il était encore petit. Mais il avait une mère qui était derrière, qui les pousse. Et ça, j'ouvre une parenthèse, barakallahu fikoum, s'il vous plaît. Dans la langue anglaise, il y a 3000 mots de sentiments. Il y a 1800 mots de sentiments négatifs. The fierce bar. Il y a un dingue, il y a un marqué, il y a un candidat. Et 1200 uniquement de sentiments positifs. Dans le fil arabia, il y a un élève, le ijabia. Fait le calibre la hawaqa. Il va te dire, l'ibnik, al-tahibar, ça va, il y a un hawaqa. Al-tabalid, سيت عنده بليد. أنت شجاع، شجاع، سيت عنده شجاع. أنت مجتهد، أنت تصل، أنت في القمة، أنت أحسن الموجود، أنت الله يحبك، أنت واعتز بدينك، أنت وألت ألت، خلاص سينغرس في قلبي. إذا لابد من تغيير. إحنا عندنا دجست جيب بقى تقول لك ها إذا وصلت ها، وجيب بقى تقول لك ها إذا وصلت عكر لي، وبقى تدير بين اللحية أنا نبرد اللحية نجحتي وقول لك عكر لي. إيش على الأساليب الشيطانية الصهيونية التي دخلت إلى في تربيتنا، هذا الأسلوب للأسف الشديد الذي يلتير vers le bas، c'est ça qui nous a vraiment relâché، c'est ça qui nous a créé des jeunes، كما قال أخونا محمد الطيب طيحين قبل الضربة. هذا حول رسول الله. ذهبت للحج، رجعت من الحج، لماذا لا أستمر في نفس العبادة؟ لماذا لا أستمر في نفس الأسلوب؟ ولو بستين في المئة، بسبعين في المئة، أضع نفسي السوي، certain السوي. J'ai pas dépensé parce qu'il y a certaines personnes tu y vas pèlerinage, tu vas Umrah, il va mais après une semaine, deux semaines, il retourne au point de départ. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas réalisé le changement. Parce que c'était uniquement, il n'a pas profité de cette énergie qu'on a, l'énergie de foi, le taqal imaniya. Lam yastaghil qudratihi al-imaniya. Lam yastaghil hadihi al-taqa al-aqliya. Lam yastaghil hadihi al-taqa al-aatifiya. Lam yastaghil hadihi al-taqa al-salisa li zakattu anha wa quwwat al-shakhsiyya. Ana fi niza' ma'a al-shaytan. Ana fi sira' مع إبليس. إبليس هو الذي يجر إلى الأرض، وأنا أريد أن أرفع من الأرض. له عدو فاتخذه عدوا. عندما أتخذ هذا العدو عدو وأعرف أن كيده ضعيف، فسأكون دائما في استمرار في الطاعة. لماذا لا نستمر في الطاعة؟ لأننا لا ندرك الذي ينبغي علي أن أغير من أسلوب حياتي. أني لا أدرك أنني إذا أردت السيادة فماذا علي؟ احفظوها. إذا أردت السيادة فعليك بترك الوسادة.
إذا أردت السيادة فعليك بترك الوسادة. Restez attentifs, barakallahu fikoum. On va essayer de faire résumer. On a parlé de beaucoup de choses. Et chaque mot, ça mérite vraiment de plusieurs interventions. Mais le résumé de la chose, c'est que lorsqu'on met un certain ordre dans notre vie, lorsque on planifie notre vie, lorsqu'on a une certaine éthique, lorsqu'on a une certaine culture, là, lorsque je passe à l'exécution, je gagne, j'ai réussi. عندما تقول ثقافة واضحة ثقافة شاسعة أخلاق في القمة عندما أكون مخطط ولي أهداف عندما أكون منظم في حياتي عندما أنتقل إلى التنفيذ أكون ناجحا أستغل كل الطاقات الست التي أمنحني الله سبحانه وتعالى الطاقة الإيمانية الطاقة العقلية الطاقة الإرادية الطاقة الأخلاقية الطاقة العاطفية وطاقة قوة الشخصية التي أعطاني الله سبحانه وتعالى وكل هذه ندخلها في باب اسمه القدرات إذا أخذت الشعار فإذا عزمت فتوكل على الله إذا أخذت الشعار النبي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إذا أخذت هذه الشعارات تركت فيكم يعني شعار ليس شعار مفهوم يعني اليسار شعار مفهوم أن أخذه شعار يتمثل لي دائما تركت فيكم ما يتمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم فباتباع سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم أليه بارك الله فيكم soyez les droits de barakallahu fikoum appliquez le minimum de cela et vous allez voir vous serez les êtres les plus heureux du monde entier.